والآن مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. أهلا بكم في برنامج البرنامج. أجواء المحاكمة للنظام السابق مليئة بالتوتر ومثيرة للدجل، قصدي للجدل. جوه المحاكمة أكبر محامين في البلد بيدافعوا عن رموز النظام السابق، في نفس الوقت المدعين بالحق المدني بيتدافعوا للظهور قدام الكاميرات. بره المحاكمة كلنا استمتعنا بالأجواء العاطفية اللي بيلتقي فيها المؤيدين والمعارضين في ملحمة من المشاعر الجياشة. لكن كل شوية بره المحاكمة يظهر لنا شخصيات أسطورية مثيرة للدجل، قصدي الجدل. وجود حضرتك النهاردة ليه في المحاكمات؟ علشان الرئيس مبارك إن شاء الله بإذن الله هو بريء من التهمة اللي هي منسوبة ليه، هو وأولاده السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك ووزير الداخلية حبيب العدلي واللواءات اللي محبوسة. أخبار مؤكدة من ثورة 1919 إن كل الناس دي براءة. أمال مين المتسبب في قتل المتظاهرين؟ لا، قتل المتظاهرين إيران وحزب الله وقطر، دي الأسامي اللي متعودين عليها، مفيش جديد، وفلسطين وبعض ناس من الشيعة العراقيين. مش بس حماس، فلسطين كلها وبعض الشيعة العراقيين، مش كلهم، بعضهم. في حد تاني المذيع عايز يضيفه؟ طب السعودية ليها دور ولا مالهاش دور السعودية؟ والله السعودية طال الله عمر الملك عبد الله وحماها الله وحمى السعودية. أحسنت يا امرأة، إليك سرة من الدنانير. سوري. ده السعودية واقفة جنبينا وأنا بشكر الملك عبد الله، أنا بشكره وربنا يا رب يطول عمره هو والعيلة المالكة. طال عمرك، إيش تقول الشيخة على باقي الاتهامات؟ رأي حضرتك في الضباط سواء في السويس أو في اسكندرية اللي متصورين، الناس مصورينهم فيديو منزلينه على اليوتيوب، صور ليهم هما بيطلقوا الرصاص على بعض الناس اللي واقفين قدام بيوتهم ووقعوا سقطوا قتلى بالفعل. مش احنا اتفقنا ان كل ده فوتوشوب؟ اللي حصل ان انا كنت موجودة في ميدان عبد المنعم رياض، فكنت واقفة بعيط على البحر وبدعي ان ربنا ينزل الرحمة والسكينة على البلد. الساعة كام تقريبا يعني؟ كانت الساعة حوالي 3. يعني ده عز الضرب اللي حصل جوه ميدان التحرير. اخيرا عندنا شاهده عيان من داخل الاحداث من ميدان عبد المنعم رياض الساعه 3 في عز الضرب. اخيرا هنعرف ايه اللي حصل يوم موقعه الجمل. فانا فوجئت لقيت عدد كبير من الضباط طالعين من البحر راكبين قوارب مراكب صغيره، فانا فرحت ان دول عدد كبير وهيجوا عشان الموقف اللي حاصل. وانا فوجئت اساسا ان في بحر في عبد المنعم رياض. للتوضيح، دمدان عبد المنعم رياض، ولسبب ما ما كناش نعرفه كان في هناك بحر طلع منه قوارب، وطلع من القوارب ديت عساكر وضباط من حزب الله وحماس وفلسطين وبعض الشيعة العراقيين. وبعدين فانا بقول له تعالى انتوا فين، انا فوجئت لقيتهم جايين معديين من عند برج الجزيره. للتوضيح، ده برج الجزيره وده من عبد المنعم رياض، معجزه اخرى من معجزات وكرامات الشيخه ماجده. رجلي في عبد المنعم رياض ورجلي في برج الجزيره على اعتبار انها مازنجر. وبعدين لقيته بيكلمني عربي، فقلت له الله انت مش ضابط شرطه مصري؟ قال لي لا. اللغه العربيه يعني؟ باللهجه العربيه. اللهجه العربيه. قال لي لا انا مش ضابط شرطه مصري. قلت له امال انت لابس ليه شرطه زينا؟ قال لي احنا ايرانيين. طول عمرنا بينضحك علينا ويتقال لنا ان الايرانيين بيتكلموا فارسي، لكن الشيخه ماجده اثبتت ان الضباط الايرانيين بيتكلموا عربي وغالبا جايين من امبابه. وعلى فكره كاميرات المراقبه في اشاره روكسي لصدت عمليه الانزال ديت. یگان‌های پیاده، زرهی، توپخانه، مخابرات و هوانیروز نیروی زمینی ارتش در رزمایش بزرگ ولایت 89، این نیرو برای پشتیبانی یگان‌های دریایی از ساحل عملاً وارد رزمایش شد. زي ما قلنا بيتكلموا عربي زينا بالظبط. وبعدين قال لي احنا ايرانيين ومعانا الاخوه عراقيين واستغفر الله العظيم ومن حزب الله ومن فلسطين. تمام، احنا طول عمرنا بنسمع ان الجنسيات دي بتتامر علينا فرضان،
لكن لأول مرة حد يثبت إن كلهم جم كشلة واحدة. لما من بعض أجروا فلوكة عبروا من إمبابة عملوا عملية إنزال على شاطئ عبد المنعم رياض. الناس دي طلعت إيه بقى؟ قلت له طب وانتوا ليه لبستوا كده؟ قال لي إحنا جايين نساند الثوار فمش عايزين حد يعرفنا. ولقيت معاهم سلاح، يعني بمعنى أصح سلاح فيه مراية كده. طلعوا حلاقين؟ هو إيه اللي خلى الضابط ده يعني يكلم حضرتك كده بكل وضوح ويحكي لك ارتاح لك يعني؟ فعلاً إيه اللي يخلي واحد إيراني مدرب أول ما ينزل على شواطئ العدو ويندلق في الكلام قدام واحدة كانت قاعدة بتعيط في ميدان عبد المنعم رياض الساعة 3 في عز الضرب عند البحر؟ هو عارف إن أنا الشريفة الشيخة ماجدة المعالجة بالقرآن الكريم. يعني أول ما عرف إن حضرتك الشريفة الشيخة ماجدة بدأ يتكلم معاكي بوضوح يعني. فلما عرف ان انا الشريفه الشيخه ماجده المعالجه بالقران الكريم فاتكلم معايا، قال لي احنا اشراف زي بعض. اشراف زي بعض؟ والاشراف دول عملوا ايه بعد كده؟ قال لي الفرقه دي تطلع معرفش فوق سطح فين، والفرقه دي تطلع للمجموعه اللي فوق، فلقيتهم يقسموا بعضيهم. والفرقه دي تلعب الفرقه ديت والجون سلطه. الشيخه ماجده بصفتها من الاشراف عرفت تنتزع اعتراف الضابط الإيراني اللي هو برضه طلع من الأشراف بحاجات المفروض الأشراف ما يعملوهاش. هو صحيح كمية الإيرانيين دي دخلوا مصر إزاي؟ دخلوا زي ما بيدخلوا وخرجوا زي ما بيخرجوا، لكن كاميرات المراقبة اللي عند إشارة روكسي لقطت برضه تفاصيل خروج مجموعة الإيرانيين دول. يك هماهنگی ارتباطی بسیار نزدیک و هماهنگ تونستیم در این رزمایش با عزیزان دریایی برقرار بکنیم. على عموم دي حاجات ما بين الأشراف وبعضيها احنا ما نفهمهاش. مش أي حد يكون من الأشراف برضو، في ناس قليلين جدا اللي بيتمتعوا بالشرف ده. رئيس مبارك شريف وجده. ممكن توضحي للناس يعني ايه شريف؟ جده سيدنا النبي الكريم، هو من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو من ذرية. أنا مش عارف الناس مستغربة ليه، مش دي أول مرة نثبت إن الرئيس مبارك فيه شيء لله؟ كم مرة الرئيس السابق مات وصحي من الغيبوبة بتاعته؟ مال حتى لما جات له نوبة قلبية ما رضاش إنها تجيله لوحده. دخل طبيب النبطشي حاول أن يعالج الرئيس السابق، وحصل شيء درامي جدا وقدري جدا وغرائبي جدا إن الطبيب جات له نوبة قلبية. ولما الممرضة جت تنقذ الدكتور التاني جات لها هي كمان نوبة قلبية. لما بلغنا المصدر بتاعنا الخبر بالتليفون هو كمان جاله نوبة قلبية. واستمرت انتشار العدوى لغاية لما السياحة واقتصاد شرم الشيخ كلها على البلد جات لها نوبة قلبية. كل ده علشان الرئيس السابق فيه شيء لله. حتى في 2007 لما سؤال التاريخ في أولى ثانوي في المنيا كان ما هو المصطلح العلمي لمبادرة رئيس الجمهورية صلى الله عليه وسلم للمادة 76؟ وبصرف النظر عن المقترحات العديدة للمصطلح العلمي ده ما يتهيأليش إن ده كان مجرد خطأ مطبعي، لأن مؤيدي الرئيس السابق كانوا دايماً عارفين إن الرئيس السابق فيه شيء لله. الرئيس السابق محمد حسن مبارك كرم الله وجهه. ما احنا هو يا جماعة كنا عايشين في خلافة إسلامية بقالنا 30 سنة، ومال الناس زعلانة ليه؟ های ساخت متخصصان توانمند کشورمون در این مرحله از رزمایش در حال قصد به اعماق دریای عمان برای اجرای عملیات ویژه هستند. بعد الفاصل. الصوره دي متركبه يا سياده. هو احنا مش بنتكلم على الفنان عمرو مصطفى؟ مظبوط. طب ما الفنان عمرو مصطفى اصلا فوتوشوب. يا طب عشان اسمه.